مرحبا اصدقائي، وياكم حارث المهندس. رجعنا اليوم وياكم بعرض 0 متر عن البحر. تشوفون امامنا منظر رائع على البحر في مدينة ألانيا، يمتد حتى قلعة ألانيا، يعني منظر مفتوح. ممكن المنظر ما يكون واضح جدا بسبب الرطوبة حاليا، يعني الجو هذه الايام كان الحرارة مرتفعة، الرطوبة مرتفعة. الشقة اللي عندنا اليوم هي غرفتين نوم وصالون، في الطابق الخامس مجمع في كامل الخدمات، مسبح، جراج. المدخل الأول على شارع الساحل الرئيسي على البحر، المدخل الثاني على شارع بربروس الرئيسي. هذه الشقة تقع في منطقة محمود لار، 0 متر عن البحر، 13 كيلومتر عن سنتر مدينة ألانيا اللي هو خلفي عن القلعة مثل ما تشوفون. طبعا الشقة مؤثثة بالكامل، الشقة نظيفة، عمر البناء بحدود ال 12 سنة، وحدة من العروض اللي راح تكون مميزة، سعرها راح يكون ممتاز بالنسبة لشقة على البحر. راح نطب نشوف خدمات المجمع، وكذلك في نفس الوقت نشوف السعر اللي راح اذكره في نهاية هذا الفيديو. استمتعوا بهذا المنظر وخليكم ويانا. وتشوفون امامكم هذا هو شارع الساحل مباشرة في منطقة محمود لار، الشقة مالتنا في هذا البناء، الشقة بالضبط هذه اللي تشوفوها امامكم، طابق الخامس وبناء نظيف، يوجد طابق محلات بالاسفل. راح اطوب هسه حاليا اشوفكم الخدمات اللي موجودة في هذا البناء. طبعا خدمات اكثر من رائعة، يوجد هنا جهاز سيكيورتي حتى تدخلون، ومن ثم طبعا هذا المدخل الثاني للبناء، فيه درج، المدخل الاول من الجهة الثانية اذا نشوف ما بي اي درج، مباشرة تدخلون. هذا المجمع فيه مسبح، فيه جراج، كذلك فيه ساونا وصالة رشاقة. هذا هو المدخل للبناء، راح اشوفكم بصورة سريعة الشغلات الموجودة في هذا البناء. هذا موقع جدا ممتاز بين شارع بربروس كذلك بين شارع الساحل. طبعا هذا هو المدخل مع البناء، هسه راح ندخل، لكن خلوني اشوفكم المسبح. يوجد هنا جراج، وايضا في نفس الوقت يوجد هنا ايضا مسبح. طبعا هذا الجراج الخاص بالبناء، هذا البناء بي بلوك هنا، كذلك بي بلوك بالجهة الخلفية. هنا عندنا هذا المسبح، شغال المسبح مولد. طبعا ما راح اروح المسبح لان اكو ناس يسبحون، يعني حتى ما نضايقهم. المدخل مال البناء هنا الريسبشن، طبعا هاي يحطوها جديد. و راح نفوت نشوف الشقه اللي تقع في الطابق الخامس، هناك توجد صاله الرشاقه لكن حاليا مغلقه. وخلونا نصعد للطابق الخامس. مثل ما تشوفون هسه وصلنا للطابق الخامس، هذا المصعد مال البناء طبعا، والشقة هذه على اليسار امامنا. راح ادخل اشوفكم الشقة. طبعا الشقة مساحة ممتازة واطلالة بحرية كاملة، من المدخل مال الشقة تقدرون تشوفون البحر امامكم. طبعا مساحة 125 متر، مساحة اكثر من رائعة. التقسيم مالتها صالون ومطبخ في هذه الجهة، غرفة نوم رئيسية ماستر روم مع حمام في هذه الجهة، غرفة نوم اطفال هنا، وكذلك حمام رئيسي. طبعا اول ما ندخل بالمدخل عندنا هذه المساحة، هنا تقدرون تحطون دولاب، هم حاطين هاي مثل الميز، يعني تقدرون تترتبوها، فيها مساحات فارغة. الشقة تباع مع الاثاث، الشقة نظيفة من الداخل جدا. طبعا راح اشوفكم التفاصيل مالتها، المساحات. طبعا هنا اول ما ندخل على اليسار تشوفون امامكم خزانة هنا، وكذلك غسالة الملابس، هذه الخزانة. الأجهزة الكهربائية ماركة سيمنز، ماركة ممتازة. احنا دائما نبلش بمنظر البحر والصالون، فخلونا نبلش فيه وبعدها نرجع نشوف باقي الغرف. طبعا اول ما ندخل هنا عندنا على اليمين الثلاجة مالتنا ماركة سيمنز، طباخ كهربائي، فرن كهربائي، غسالة صحون، وتشوفون المطبخ يعني نظيف جدا، الكاونترات جديدة مسويها، وتشوفون امامكم منظر البحر من كل مكان يبين. طبعا هذه هي الصالة مع المطبخ. الاثاث نعم هذا ممكن يتبدل، اثاث قديم، لكن انتم لا تباعون على الاثاث بقدر ما تباعون على المساحة، على الشقة، على الاطلالة مالتها. يعني تشوفون منظر البحر من هذه الجهة، منظر البحر من هذه الجهة، من هذه الجهة، في كل الجهات يوجد منظر بحر. هذا هو المطبخ امامنا، مساحته حلوة. هنا عندنا ميز للطعام كبير، هاي هنا ثلاجة اضافية حاطين، وهذه هي غرفة الجلوس مالتنا، جهاز تبريد كبير ماركت فيستل. وشوفوا امامكم الاطلالة الرائعة، يعني تخيلوا هسه تنزلون تقعدون هنا تجلسون وتشوفون منظر البحر.
وهنا ايضا من هنا منظر البحر، الشقة 0 متر عن البحر، الشارع رئيسي، نطلع للبالكون اشوفكم. شوفوا جمال المنظر، منظر يمتد الى قلعة ألانيا، ومباشرة على الساحل. هذا هو البالكون، هذا هو مساحته مثل ما تشوفون. شقة في الطابق الخامس، بالتالي بعيدة عن الضوضاء نوعا ما. وتشوفون امامكم ساحل رملي مباشرة، بس تعبرون لهناك. وايضا هاي على طول الجهة اكو سواحل، يعني الصراحة شيء ممتاز. وهذا هو البناء، البناء وضعيته حلوة. هذا المخرج الآخر للبناء اللي مباشرة يطلعك على شارع الساحل. طبعا خلونا نكمل نشوف باقي تفاصيل هذه الشقة، لكن أحلى شيء فيها هو هذا المنظر الرائع أمامكم. طبعا تفاصيل باقي الشقة اللي هي غرفتين نوم موجودة، طبعا هسه راح أشوفكم غرفتين النوم. هذا هنا جهاز للاستقبال، هاي هنا غرفتين النوم. أولا هنا غرفة نوم أطفال، حمام رئيسي، كذلك هنا غرفة نوم رئيسية. طبعا غرفة النوم الرئيسية أيضا فيها مخرج على البالكون، يعني تشوف البحر لكن ما مفتوحة من هذه الجهة. توجد هنا خزانة، السرير، وكذلك حمام، ماستر روم الخاص بغرفة النوم. تشوفون السيراميك نظيف ما يحتاج لأي تبديل، وتشوفون المساحة، يعني يوجد سرير، يوجد كرسي، وكذلك هنا جهاز تبريد وخزانة الملابس. عندنا هنا الغرفة مع الأطفال مع البالكون، وكذلك الحمام الرئيسي. الحمام الرئيسي هنا مغسلة، عندنا تواليات، كذلك شاور وجاكوزي مثل ما تشوفون. وأيضا السيراميك نظيف جدا، الأبواب نظيفة، يعني الشقة ما يحتاج لها أي صرف. طبعا هنا عندنا غرفة نوم الأطفال. غرفة نوم الأطفال مساحتها حلوة، يعني حاطين هنا سريرين، تقدرون هنا تحطون خزانة مع الملابس على طول هذا المكان، أو هناك تسوون خزانة مع الملابس قصيرة، يعني بها خيارات عديدة. وحتى من هذه الجهة البحر يكون واضح، كل الغرف تشوف البحر. وهذا هو البالكون الثاني أمامنا، هذا البالكون حتى أكبر من البالكون الأمامي، فيه مخرج من هذه الغرفة، كذلك فيه مخرج من هذه غرفة النوم الرئيسية، وكذلك أمامنا منظر البحر الرائع. ابقوا ويانا خلينا نشوف تفاصيل هذه الشقة، خليكم ويانا. ومثل ما شفتوا أصدقائي في هذا العرض، 0 متر عن البحر، 13 كيلومتر عن سنتر مدينة ألانيا، الشقة اللي كانت عندنا مساحة ممتازة، غرفتين نوم وصالون، حمامين، كذلك بالكونات اثنين. الشقة تقع في مجمع كامل الخدمات، فيه مسبح، ساونا، فيه صالة رشاقة، كذلك جراج خاص. الشقة تقع في الطابق الخامس، مؤثثة بالكامل، البناء نظيف، الشقة نظيفة جدا من الداخل، مجددة. تقع مثل ما ذكرنا في منطقة محمود لار، بين شارع الساحل الرئيسي، كذلك بين شارع بربروس، يعني من جهة البحر يكون أمامكم، الجهة الثانية الخدمات تكون قريبة عليكم، شارع بربروس اللي فيه المطاعم الماركتات كلها الخدمات. البحر يكون أمامكم، ساحل رملي يكون أمامكم، يعني صراحة شقة رائعة جدا. طبعا السعر المطلوب في هذه الشقة هو فقط 117,000 يورو، واللي هو السعر مناسب جدا لشقة 0 متر على البحر، كذلك منظر مفتوح إلى القلعة. أتمنى إن شاء الله يا رب إعجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا تشتركون بالقناة، أي سؤال عندكم الأرقام موجودة على الشاشة، تواصلوا وياي. إن شاء الله يا رب نشوفكم بالفيديو الجاي، سلام.